وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الخلية كما قلت لكم من قبل وضعت لها عجينة بن عمارة البروتينية إكسترا. اليوم عندما فتحت على هذه الخلية وجدت بأنها فيها حضنة، والله ما شاء الله فيها حضنة ما شاء الله. لا أقول لكم كل الخلايا، هناك خليتين ما شاء الله، لكن خليتين نوعا ما لم يتقبل هذه العجينة، لكن وضعت العجينة تلك إلى خلايا أخرى قام النحل بتقبلها والأمر عادي. المهم اليوم شاهدوا معي الحضانة ما شاء الله، شاهدوا يا إخوان، والله شاهدوا يا إخوان، شاهدوا شاهدوا. هناك من يقول غير جيدة، لكن أنا أقول لكم بأني وجدت في خليتين جيدة. أيضا هاته شاهدوا بيض الحضنة خرجت وبدأت البيض، انظر من هنا أيضا حضنة والبيض والله مملوءة. هذا أيضا، هذا بالكامل عسل وحبوب لقاح، فيه بيض، والله فيه بيض، حتى أن الملكة لن تجد أين تضع البيض، وضعته هنا في هذا الإكثار. سأشاهد الإكثار الآخر، هذا عسل بالكامل، عسل فقط، الأخير أيضا عسل فقط. عسل، أنتم شاهدتم إخواني ما شاء الله، والله عجينة ما شاء الله، تقبلتها خليتين لكن خليتين لم تتقبلها، لكن عجينة ما شاء الله، هي عجينة ما شاء الله. هناك من يقول بأن المرعى عندك متوفر في الملكة بدأت تضع البيض، والله يا إخواني لا يوجد مرعى، حتى الخلايا الأخرى لا يوجد فيها بيض، لا يوجد فيها بيض الخلايا الأخرى بكمية كبيرة، يعني بيض لكن بكمية قليلة. الآن كما شاهدتم ثلج إطارات ما شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.